بنحمل زرع وبنوزن زرع. بتحمل زرع وبتوزن زرع. بتوزنه ليه بقى؟ للزبون. للزبون. يعني انت هنا بيجي لك ده بيجي لك من الراجل المزارع صح؟ بيجي لي من المزارع. وانت بتوزنه علشان هتبيعه لتاجر التجزئة. اكيد. طبعا هو دلوقتي حاليا ما فيش. ما فيش تجار. ما فيش دلوقتي ليه؟ ما السوق ما فيهوش حاجة. ليه السوق ما فيهوش حد؟ ما فيش زراعة بتجيني عشان انا شغال انا وثلاث اربع تنفار معايا. ما فيش حاجة جياني. يعني لما يخشني زرع. لما يخشني زرع انا هلاقي دخل ليا عشان ابقى اكل لقمة عيش. طب امشي معايا واحدة واحدة. الزرع ما بيجيش يعني قصدك انه يجي زرع قليل. بيجي زرع قليل ليه بقى؟ السوق تعبان خالص. السوق مريح. الله يا علي ده كده. طب ده الناس حتى اللي بيشتروا في المستهلكين اللي زي برضه بيشتكوا وانتوا كمان بتشتكوا؟ نشتكي. هو انا عايز اكل لقمة عيش والناس الاربعة اللي معايا عايزين ياكلوا لقمة عيشهم. فما فيش زراعة بتجينا. لو في زراعة بتجينا احنا هناكل لقمة عيش. طب الزراعة اللي ما بتجيش دي ما بتجيش علشان هم بيروحوا الاسواق العشوائية ولا علشان عشان ايه؟ عشان الاسواق العشوائية هي اللي خربة بيوتنا. يعني هنا كعمال مش لاقيين. لما تجيك عربية زرع وانت اربع تنفار. ما هتقسم ايه؟ هتقسم ايه على اربع تنفار؟ 30 جنيه؟ تتعشى بايه ولا تاكل ايه ولا توفر ايه؟ طب بتاخد كام في اليوم؟ انا؟ شغال ارضية. انا شغال شهرية. يعني ايه ارضية؟ يعني مستني عربية الزرع لما تجيني كده على 70 طرب 80 طرب انا والاربعة اللي معايا كل واحد يوفر له ايه؟ 30 جنيه. يتعشى ب 10 بيوفر 20 جنيه. ايه يعني 20 جنيه الواحد بدل ما يقعد على القهوة احسن. بنقول يعني ماشي. انت بتاخد في اليوم 30 جنيه؟ بوفر 30 جنيه. عشان انت بتشيل عربية واحدة. عشان بتجيني عربية واحدة. لو جات لك كذا عربية يبقى اكيد اكيد اقدر اوفر اكتر من 30 جنيه ديت هوفرها 70. بس مفيش زرع بيجيلي لا انا ولا اللي معايا. طب امال كمان الناس بتشتكي ليه من ارتفاع الاسعار؟ يعني هو الانطباع اللي عند الناس انه التجار جشعين. انت حاسس ان التجار جشعين؟ الاسعار غالية. غالية خالص. هي اصلا بتجيلك من عند المزارع غالي. هي بتيجي من الفلاح غالي. وبتيجي انت تبيعها هنا غالي. وبعدين يجي ياخد منك انت حد تاجر جمله يروح بايعها تاني فبقى كذا في كذا. تبقى مدرجه ماشي عالية. على اللي بياخد كيلو واتنين. بس انا ليه ملاحظ ان السوق انا قالوا لي تعالى يوم الجمعه بعد الصلاه هتلاقي الدنيا زحمه وزيطه وكلام زي كده. انا شايفكم ما شاء الله ايه يعني ما فيش زي ما انت شايف اهو. الزرع مرنخ مكانه ومفيش زباين بتشتري. امال الشعب راح فين؟ الشعب اختفى. الله يعوض عليه. الشعب الله يعوض عليه. طب بس برضو موضوع الاسواق العشوائيه ده موضوع مش كويس لانه بيخلي مش سهل خالص. وتفتكر هم طب ليه الدوله مش عايزه تشيل الاسواق العشوائيه دي؟ مش عارف. في ناس ورا الناس دي. في ناس ورا الناس. فالموضوع ممكن يكون في حد كسبان من وجود الاسواق العشوائيه. الله ينور عليك يا باشا. هو كده بالظبط. هو ملهاش حل الا كده. ملهاش كلام الا كده. وبالتالي انتم من الناس الرسميين. طب انتوا خلاص بعد كده ما حدش صدق الحكومه بقى. لما الحكومه تقول لك تعالى روح السوق اللي احنا عاملينه الناس تقول لك لا خلي الحكومه تعمل السوق زي ما عايزاه انا هعمل السوق العشوائي بتاعي صح؟ اكيد. دلوقتي انا لو جاييني زرع انا هقدر اجيب نفرين تاني معايا وسبعه وثمانيه بدل ما هم قاعدين على القهاوي. يعني انتم الناس اللي التزمتم طلعتم خسرانين في الموضوع ده. الله ينور عليك والله. تعبانين خالص عشان انت شايف ان السوق ما فيهوش اي حد. هو انا ممكن اجي اشتري منك كده كيلو البتاع ده اسمه خوخ؟ ممكن يعني ممكن اي مواطن كده معدي ياخد كيلو خوخ؟ ما ينفعش. ما ينفعش. لازم انت تشتري منك كميه. لازم كميه كبيره. ايه الحد الادنى اللي اشتريه؟ تشتري كرتونتين ثلاثة. لازم اشتري كرتونتين ثلاثة. ثلاثة. فلو اشتريت اقل من كده يبقى انتوا قلبت تجزئة. وده القانون يمنعكم ولا انتم مش هتلاقوا فايدة مش هيبقى في مكسب؟ ما هو ما ينفعش ان احنا نبيع بالكيلوات. اصل احنا مش حاطين على فرش وبنبيع. انت ما عندكش اصلا ميزان كيلو. ما عندناش. انت البتاع ده انا طلعت وقفت عليه نفسي 88 كيلو ازاي ما اعرفش مع ان انا لابس حاجات مش المفروض. كان محطوط معاك الكنتالوب. يبقى ممكن انا كنت واقف على الكنتالوب. ايوه. طب هنعمل ايه دلوقتي يا علي؟ دي في مشكله كبيره كده. مش عارف بقى. عايزين نحل المشكله دي عشان نعرف نشتغل عشان ما نبقاش قاعدين على القهاوي. عندك حق. معلش علي انا عطلتك عن شغلك. لا مفيش حاجه يا باشا. انت علي درست ايه في حياتك؟ انا دبلوم تجاري. دبلوم تجاري؟ انت راجل متعلم. وشكلك مثقف كمان. ربنا يخليك يا باشا. طيب ربنا يخليك يا علي. تسلم. نشوفك على خير. الف سلامة.